إصابة الرباط الصليبي من أكثر الإصابات شيوعاً بين الرياضيين ومخاطرها تتزايد على الأطفال. الأطفال الذين يتخصصون في رياضة واحدة أكثر عرضة من الذين يلعبون أكثر من رياضة، وغالباً الانضمام للأندية الرياضية هو الدافع الرئيسي لتخصص الأطفال في رياضة واحدة، وعادة ما يتخصص الأطفال في سن السادسة والتاسعة. أستاذ جراحة العظام والطب الرياضي في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو يحذر من مخاطر تخصص الأطفال بالرياضة. تخيلوا، مع احتمالية الإصابة وارتفاع معدل الإرهاق، 70% من الأطفال سوف يتركون ممارسة الرياضة في سن 13 إذا كانوا متخصصين. أخيراً ارتفع معدل إصابات الرباط الصليبي الأمامي خلال العقد الماضي في هذه الفئة العمرية بنسبة 12%.